زين، هسه احنا اذا نريد نسوي فد انفستيجيشن المريض عنده دي كي اي. زين، احنا اتفقنا دي كي اي دي يعني دي ام، اذا انا لازم ادز على بلاد جلوكوز راندوم بلاد شوغر حتى اعرف ايش قد، حتى احقق الكرايتيريا الاولى. الكرايتيريا الثانيه كي اللي هي كيتو، اذا لازم ابحث عن الكيتون، فلو ادز سيرم كيتون لو ادز جنرال يورين فور كيتون حتى اشوف اكو كيتون بدي باليورين بالدم. زين، بعد شغله ثالثه شنو؟ اسيدوسس، اذا لازم ادز على ارتيريال بلاد جاز اي بي جي حتى اشوف البي اتش، اشوف الاتش سي او 3، اشوف الانيون جاب اكو ميتابوليك اسيدوسس لو لا. تمام، فهو من اسمه دي كي اي انا لازم ادز ثلاث انفستيجيشنات حتى احقق الكرايتيريا الثلاثه حتى اقول عن هذا المريض هو ديابيتك كيتو اسيدوسس. زين، فلازم ندز جنرال يورين فور كيتون، لازم ندز راندوم بلاد شوغر، ولازم ندز اي بي جي حتى نشوف الميتابوليك اسيدوسس. زين، بعد لازم شنو؟ بعد لازم ادز اي سي جي حتى اشوف، لان احنا قلنا وحده من مضاعفات الدي كي هي الهايبوكاليميا، حتى اشوف اكو هايبوكاليميا لو لا، فالافضل ان تدز سيرم بوتاسيوم، بس لانه السيرم بوتاسيوم مو دائما متوفر، مو دائما يعني مرات يطلع نورمال لين يصير شيفتنج بي، فالافضل انه تدز اي سي جي حتى تشوف الهايبوكاليميك تشينج اللي اولها تصير فلات تي ويف. تمام، زين، بعد ابحث عن سبب الدي كي اي، هل هو مس دوز اللي هنا اوقف، اذا مو مس دوز اذا اكو انفكشن مسويت لي دي كي اي، فلازم اعرف السورس اوف انفكشن، اعرف مكانه وين، فادز على سي بي سي، سي ار بي، اي اس ار، تشيست اكس راي وغيرها. تمام، زين، ايش وقت اقول على هذا المريض عنده سيفير ديابيتك كيتو اسيدوسس؟ زين، لان هو يقسم الى مايلد مودريت وسيفير، وقبل المايلد هم عندنا مرحله يسموها امبندنج دي كي اي. زين، يعني المريض عنده سيمتم بسيطة، مثلا عنده بس نوزيا وابدومينال بين، او عنده فوميتنج ونوزيا ما محقق كل الاعراض، واسوي له انفستيجيشن القيها متغيرة بس تغير جدا بسيط، هاي يسموه امبندنج دي كي، يعني حيصير دي كي بس هو حاليا مو دي كي. زين، وعندنا المايلد وعندنا المودريت وعندنا السيفير، فاحنا مو مهم عندنا سواء كان مايلد او مودريت، هي المانجمنت نفسها، المهم عندنا هو السيفير. لازم كل طبيب يعرف السيفير دي كي اي، بس مو لازم يعرف هذا مايلد او مودريت لان المانجمنت وحده. فشلون اعرف السيفير دي كي اي؟ بايوكيميكلي وكلينيكلي. بايوكيميكلي لازم البلد كيتون، اذا كانت البلد كيتون اكثر من 6 والبايكربونيت اقل من 5 والبي اتش اقل من 7 واكو هايبوكاليميا، فذني الاربعه ذني انديكيت سيفير دي كي اي. هاي بايوكيميكلي. كلينيكلي اذا المريض كان عنده الجلاسكو كوما سكيل اقل من 12، زين، يعني كان كونفيوزد اجيتيتد، زين، ان ريسبونسيف، يعني ديس اورينتد. زين، اذا كان هايبوكسيك، المريض الساتوريشن مالته اقل من 92، اذا كان سيستوليك بلاد بريشر اقل من 90، هذه يعني وحده من التشالنج كيس انه المريض يجي دي كي اي وشوك. إذا تكي كارديا، إذا الأنيون جاب أكثر من 16، هاي كلها indications of severe DKA. تمام، هسه نجي للمانجمنت. اتفقنا إحنا نلعب على ثلاث لاينات، لاين الفلود، لاين البوتاسيوم، ولاين الإنسولين، والباقي كله هو supportive management. يعني أنت كل مريض DKA لازم تنطي analgesic، لازم تنطي analgesic حتى تقلل abdominal pain، لازم تنطي anti-emetic حتى تقلل الفوميتنج. زين، لازم تنطي انتي بايتيك لان هو بسترس، لازم تنطي هيبارين لان دي كي اي يسوي لك هايبركوجيبل ستيت، لذلك هسه دائما من تروحون للمستشفيات بس قلبوا بالطبلات مالت مريض عنده دي كي اي ايش تلقون مكتوب، يكتبون فوق دي كي اي بروتوكول، ما يكتبون شنو باعتبار المفروض كل طبيب يعرف البروتوكول مال دي كي اي، فيكتبون بالعلاج اولا دي كي اي بروتوكول، ثانيا انتيبايتك يخلون سيفترياكزون. زين، مثلا ثالثا هيبارين 1 سي سي في 2 او 6000 يونت في 2، يخلون مثلا انرجيسك براستامول فيال 1 باي 2 او 1 باي 3، يخلون زوفران او بلاسيل انتيميتك. تمام، ودي كي اي بروتوكول، شنو نقصد بالدي كي اي بروتوكول؟ هن ثلاث لاينات، الفلويد والانسولين والبوتاسيوم.
زين. الفيرست اور شلون يقسمون المانجمنت؟ المانجمنت مدي كي ريستريكتد، يعني ما تلعب بكيفك، تيجي مثلا للدي كي اي سواء بالعراق بامريكا باليابان بكل مكان بالعالم، هي المانجمنت واحده وحسب الساعات. زين شلون يقسموا حسب الساعات؟ الفيرست اور الساعه الاولى لقدام خلو ممنوع الانسولين، هاي الفيرست اور انسولين ممنوع بيها. ايش تنطي بالفيرست اور؟ تنطي فلود فقط. زين احنا نلعب على ثلاث لاينات، الساعة الأولى نبدأ باللاين الأول اللي هو الفلود. زين فش تنطي فلود؟ تنطي نورمال سلاين. زين تنطي نورمال سلاين. زين ايش وقت تنطي نورمال سلاين؟ تنطي نورمال سلاين إذا كان الراندم بلد شوغر، إذا كان الراندم بلد شوغر أكثر من 250 تنطي، يعني أنت تختار الفلود. انتبه هويا الساعة الأولى ننطي فلود فقط بدون إنسولين. شلون ننطي الفلود؟ يعني شلون اختار الفلود؟ هذا المريض انطي نورمال سلاين، لو رينجر، لو جلوكوز سلاين، لو جلوكوز ووتر، لو شنو انطي؟ بالاعتماد على الراندوم بلاد شوغر. ايش قد طلع عندك الراندوم؟ طلع 250 فما فوق تنطي نورمال سلاين ابو التسعة. زين طلع من 150 الى 250 زين تنطي شنو؟ جلوكوز ووتر. زين جلوكوز سلاين طلع جوا 150 تنطي جلوكوز ووتر. زين فانت نوع الفلود تختاره على اساس الراندوم بلد شوغر، فيقول لك تنطي نورمال سلاين ابو التسعة 1 لتر خلال 60 دقيقه. زين وتزيد يعني تنطي مغذ 2 باينتس مغذيات 2 لان الواحد ب 500 مل، تنطيهم اثنينهم خلال ساعه الساعه الاولى، واذا كان هو الشوك فتنطي ثلاثه خلال ساعه. زين هاي بالفيرست اور. زين ثانيا جيف انسولين 50 يونت هيومن سوليبل انسولين، تخليها ب 50 مل نورمال سلاين، فايش يطلع عندك؟ يطلع كل مل من النورمال سلاين يحتوي على يونت وحده من الانسولين، وتعطيها بمعدل 0.1 يونت بير كي جي بير اور. يعني شلون؟ يعني اذا اجاني مريض وزنه ايش قد؟ مثلا خلينا نفرض مريض اجى وزنه 70، إذن 70 في 0.1 زين 70 في 0.1 شقد تطلع؟ تطلع 7 يونت. إذن هذا المريض لازم كل ساعة تدخل الجسم 7 يونت من الإنسولين. زين أنت جايب 50 مل مثلا أو 100 مل من النورمال سلاين ومخلي بها 100 يونت من الإنسولين، إذن كل واحد مل من النورمال سلاين يحتوي على 1 يونت من الإنسولين. إذن خلال ساعة شقد أمشي؟ إش كم مل من النورمال سلاين؟ أمشي مل واحد، امشي 7 مل حتى يدخل جسمه 7 يونت. تمام زين هذا الانسولين ما ينطب الساعة الاولى. زين ليش؟ يعني هم كتبوه صح بس دائما يأجلوا. ليش؟ لان احتمال المريض يصير هايبوكاليميا، يعني هو ابو الدي كي اي اصلا عنده هايبوكاليميا، وانت تجي تنطي انسولين بدون بوتاسيوم، فش راح تسوي؟ راح تدخل المريض بهايبوكاليميا. فانت يقول لك بالساعة الاولى حضر الانسولين بس ما تنطي، تحضر الانسولين بس ما تنطي، تحضر يعني تجيب النورمال سلاين 50 مل، خلي 50 يونت يصير بكل مل اكو يونت واحدة، وتحسب ايش قد يحتاج المريض بس ما تنطي، تأخرها للساعة الثانية. زين والدز يعني تحاول تراقب المريض بالانفستيجيشن، مثلا كل 3 ساعات الدز اي بي جي حتى تشوف المانجمنت مالته قاعد تجيب نتيجة لو لا. زين هاي شنو؟ هاي أول ساعة الفيرست أور. زين هسه من الساعة الأولى، زين من الساعة الأولى لل 12 ساعة الجاية، زين شلون يقسموها؟ الفلود مالتك احنا متفقين انه الفلود يعتمد على مقدار الراندوم، الفلود مو ثابت، الفلود يعتمد على مقدار الراندوم. زين شلون تنطي؟ تنطي 2 لتر خلال 4 ساعات، وتنطي 2 لتر خلال 8 ساعات. زين يعني انت اول ساعه خلصت، اول ساعه خلصت انطيت الفلود وحضرت الانسولين بس بعدك ما ناطي. زين تجي لل 12 ساعه الثانيه، ال 12 ساعه الاولى بعد الساعه الاولى. زين هاي ال 12 ساعه انت مو نطيتها بالبدايه، الساعه الاولى مالتك خلصت، اذا بديت بال 12 ساعه اللي وراها. هاي ال 12 ساعه تقسمها 4 ساعات ب 8 ساعات،
الأربع ساعات الأولى لازم المريض ياخذ بيها لترين، زين؟ يعني بالساعة إيش قد ياخذ؟ ياخذ نص لتر، يعني المغذي يمشي خلال ساعة كاملة. والثمان ساعات الجاية همين ياخذ بيها 2 لتر، يعني شنو؟ يعني بالساعة يمشي ربع لتر، زين؟ خوش. هاي كفلود. الإنسولين شو وقت يبدي؟ يبدي من أول ساعة بالأربع ساعات الأولى، زين؟ يعني نقدر نقول بالساعة الثانية من دخول المريض للمستشفى. أول ساعة من طيب إنسولين، ساعة ثانية تبدي إنسولين، زين؟ ويقول حاول تقلل شوية، تقلل من كمية الفلود إذا كان المريض elderly, young أو renal and cardiac failure، حتى ما تسوي له فلود overload، زين؟ بعد استخدم النورمال سلاين أبو النص، لأن إحنا عندنا نورمال سلاين أبو 9 ونورمال سلاين أبو 4.5، أبو النص يسموه 0.45. هذا شو وقت نستخدمه إذا كان الصوديوم، مستوى الصوديوم أكثر من 155، زين؟ لأن إذا نطيت نورمال سلاين أبو 9 معناها راح تدخل مريض بهايبرناتريميا وسيربرال أديما وما أدري إيش، زين؟ تضيف البوتاسيوم. شو وقت تضيف البوتاسيوم؟ طبعا هم هنا مأخرين البوتاسيوم، بس هو البوتاسيوم أهم من الإنسولين. أنت ما يصير تنطي إنسولين إذا ما قايس البوتاسيوم، بحيث إذا قست البوتاسيوم طلع المريض سفير هايبوكاليميا أنت تأجل الإنسولين، ما تنطي أصلا، تنطي بوتاسيوم وتمشي البوتاسيوم خلال ساعة كاملة يلا تنطي الإنسولين. المهم تضيف البوتاسيوم كلورايد. إيش قيد؟ إذا كان مستوى البوتاسيوم عند المريض أكثر من 5.5 لا تنطي. إذا من 3.5 إلى 5.5 زين تنطي 40 ملليمول، زين؟ وإذا كان أقل من 3.5 هذا يعتبر سيفير هايبوكاليميا، تنطي KCL زين يعني 60 ملليمول، زين؟ أمبولة ونص 60 ملليمول، زين؟ تقدر تضيف 10% جلوكوز، زين؟ يعني هايبرتونيك قبل 10%، زين؟ تضيف 125 مل بير اور اذا كان الجلوكوز اقل من يعني هاي يعني قاعد يحكي لك عن انه شلون تبدل الفلوت. اذا كان اقل من 250 فتقدر تضيف جلوكوز سلاين، تعرف انه نورمال سلاين تضيف جلوكوز سلاين، زين؟ هسه نجي على ال 12 ساعه الثانيه. ال 12 ساعه الثانيه شلون تصير 12 ساعة ثانية؟ أول ما تبدأ 12 ساعة ثانية يسموها DKA extension، زين؟ يعني هل المريض يحتاج extension لو لا؟ أغلب المرضى اللي هم pure DKA وsimple وما عندهم شيء موفد infection بأول 12 ساعة يتعالجون ويطلعون للبيت ما يحتاجون extension، لكن أكل old age اللي عندهم comorbidity عندهم heart failure عندهم shock عندهم دول يحتاجون extension. فال 12 ساعة الثانية هاي يسموها extension. تشيك الكيتون وتشيك الأسيدوسيس والكلينيكال ستيتوس اوف ذا بيشنت، اذا ويل هذا هو خلاص يطلع، بس نبدل له الجرع ونشوف شنو سبب الدي كي اي ليش صار ونعالجه، نعالج الاندرلاين كوز. واذا يحتاج فكونتينيو، اذا بعده ما صار ريزوليوشن، بعده أسيدوسيس، بعده كيتونيميا، زين؟ بعده كوزمال بريذنج، هذا لا، زين؟ كونتينوس اي في فلود اند انسولين 2 إلى 3 يونت بير أور، يعني من الإنسولين يعني تقريبا ننطي نصف الجرعة، زين؟ خوش. أنت مثلا حسبت الجرعة مع الإنسولين هذا المريض طلع 7 يونت، خلينا نعتبرها 8 يونت، زين؟ ولاحظت إنه الإنسولين هذا 8 يونت اللي قاعد تنطي ما قاعد ينزل الراندم، زين؟ ما قاعد ينزله، يصير تزيد أكثر من الوزن؟ لا ممنوع. الـ ADA الـ American Diabetic Association يقول لا تعبر الوزن بالإنسولين يونت، زين؟ مجرد استمر بالفلوت. هاي نقطة. النقطة الثانية، إذا شفت أن الراندم قاعد ينزل أكثر بهواية شنو التارجت مالتك؟ التارجت الـ ADA تقول أنت لازم خلال ساعة ما يصير تنزل الراندم أكثر من 70، يعني مثلا كانت 300، زين؟ بالتسعة بالعشرة لازم يكون مثلاً 220 230، ما يصير تنزل أكثر من 70، مو بس مثلاً هو بثمانية الراندم مالته 400 وبالتسعة الراندم مالته 150، هذا جداً خطأ، ما يصير، راح تدخل المريض بسيربرال أديمة،
زين فالراندوم بلد شوغر لازم ما ينزل اكثر من 80 زين خوش ايش قد التارجت اذا سالته ايش قد التارجت انت النورمال بلد جلوكوز بالانسان الطبيعي هو 80 زين او 70 الى 120 هذا كله يعتبر نورمال رينج بس بالدي كي اي يصير 120 الى 150 هذا التارجت مالتك او بالدي كي اي ما يصير ترجع البلد جلوكوز مالته للنورمال لازم تبقي بين 120 الى 150 زين اذا شفت انه الراندوم قاعد ينزل هوايه اكثر من ال 80 كل ساعه قاعد ينزل اكثر من 80 شو تسوي تنزل جرعه الانسولين الى النصف زين هيك فهاي لازم تديرون بالكم عليه احنا الانسولين لما ننطي احنا الانسولين ما ننطي يعني ابو الدي كي من ننطي انسولين ما قاعد ننطي الانسولين حتى ننزل الراندوم احنا قاعد ننطي الانسولين حتى نتخلص من الكيتون احنا قاعد ننطي الانسولين حتى الجلوكوز يدخل لداخل الليفر يدخل داخل الخلايا والخلايا تبدا تستخدمه في تصنيع الطاقه وتعوف لنا الفاتي اسيد وبعد حتى نتخلص من الكيتون اذا الهدف الاساسي مالتي من من الانسولين هو انه اتخلص من الكيتون بودي زين مو حتى يعني انزل الراندوم بلاد شوغر زين لا تنطي بوتاسيوم اذا ماكو يورين اوتبوت زين كل مريض دي كي اي لازم نشد له فولي كاثيتر زين اذا اكو يورين اوتبوت انطي بوتاسيوم اذا ماكو يورين اوتبوت ما انطي بوتاسيوم ليش لان ممكن المريض صار دي كي اي ودي هايدريشن وصار بري رينال انجري صار عنده اكيوت كدني انجري من تجي تنطي بوتاسيوم راح تدخله بهايبركاليميا واسيستول وكاردياك ارست فلا تنطي بوتاسيوم اذا ماكو يورين اوتبوت ممكن نسوي سنترال فينوس كاثيتر اذا اكو كارديوفاسكولار كومبرومايز مثل كارديوجينيك شوك بعد ما تفيد البريفرال كانيولا لازم نخلي له سنترال كاثيتر الاي بي جي والاكس راي اذا الساتوريشن ما قاعد يصعد لازم تعيده لان ممكن دخل بريسبيراتوري فيلير بسبب الميتابوليك اسيدوسيس ثرومبوبروفيلاكسيس وذ لو مولكيولر ويت هيبارين مثل ما اتفقنا نعطي 1 سي سي في اثنين زين وهاي المانجمنت مال ديفيدسون للدي كي اي تمام اذا البرنسبل كومبوننتس اوف تريتمنت هي الانسولين والفلويد والبوتاسيوم زين الانسولين والفلويد والبوتاسيوم خلينا نجي نحكي عن وحده وحده بالنسبه للانسولين سوري الانسولين يقول افضل شيء احنا لا نفضل الاي ام زين ولا السبكات ليش لان ابو الدي كي اي دي هايدريتد زين من هو دي هايدريتد راح يقل الابزوربشن يقل الابزوربشن مالته لان هو دي هايدريتد فافضل شيء تنطي الانسولين عن طريق الكانيولا اي بي زين بش قد جرعه او 0.1 يونت بير كي جي بير اور وزنه 80 تنطي 8 وحدات كل ساعه وزنه 90 تنطي 9 وحدات كل ساعه يقول if this is not possible زين اذا انت يعني شنو not possible اذا ما عندك جهاز الانفيوجن بامب اللي يحسب لك جرعة الانسولين وينزلها اذا ما كان عندك هذا الجهاز فشو تسوي انت تقدر تجيب 10 الى 20 يونت وتنطيهن اي ام وبعدين تنطي 5 يونت كل ساعة زين 10 الى 20 يونت تنطيهن اي ام زين وبعدين تنطي 5 يونت كل ساعة اذا ما عندك جهاز الانفيوجن بامب لان هي هذا الجهاز عادة يكون موجود فقط بالانعاش زين ما موجود بالطوابق او ما موجود بالطوارئ مرات الطابق ملود عندك الانعاش ملود فما عندك مكان فتضطر تبقى المريض يمك بالطوارئ فمين تجيب له جهاز ما تقدر تجيب له زين فتبدي تنطي يعني انا اكثر من مرة مسويها انطي 15 يونت انسولين خابط زين انطيها وانطي 10 صافي يصيرون 25 هم المفروض 20 بس انا انطي 25 زين وما انطي 5 بالساعة الثانية من الساعة الثالثة ابلش انطي 5 يونت سولي ابغى انسولين زين كل ساعة انطي 5 يونت زين البلد جلوكوز شود ايديالي فول ات شنو 55 الى 110 هذه على ديفيدسون زين وهي نسخة قديمة يعني تعرفون ديفيدسون يتأخر يلا يتحدث هسه الاي دي اي تقول 80 لا تعبرون 80 يعني بكل الاحوال انتم مشوا على محاضراتكم زين اتوقع يعني التصحيح او الاسئله تصير عليها يعني ما
ما أتوقع، لأن هو إحنا أصلاً يعني على البريتش جايدلاين، على اليوروبيان جايدلاين، مو على الأمريكان جايدلاين. زين، فاعتبروها 55 إلى 110. بس صدقوني أكو كيسات بالمئة وعشرة تدخل السيربرال قديمة، فلا تعبرون 80. أنتوا أوكي حفظوا هاي، بس من تعالجون لا تعبرون 80، راح تشوفون المريض شلون يتحسن بسرعة. Failure of blood glucose to fall within 1 hour of considering insulin infusion should lead to reassessment of insulin dose. عادة يكون عندك خلل بالإنسولين، مثل إنه أنت حاسب وزن المريض خطأ، وزنه 100 مثلاً، لازم تنطي 10 يونت وأنت حاسب 80. لذلك كل مرضى الديكي لازم يتوزنون. هم أصلاً عادة المرضى السكر يكونون حافظين أوزانهم، لأن دائماً يقيسون وزنهم. When the blood glucose fallen has إذا نزل، إذا أنت إحنا ننطي الإنسولين على مود شنو؟ على مود نتخلص من الكيتون. انطيت إنسولين وبدأ الراندوم ينزل نزلة كبيرة، فش تسوي؟ بحيث أنت قللت الإنسولين إلى النصف، وبعد الإنسولين بعد الراندوم قاعد ينزل، يصير توقف الإنسولين، ممنوع، ممنوع منعا باتا. يقال انه الانسولين من يدخل مريض الديكي الى المستشفى الى ان يطلع من المستشفى لازم الانسولين مرتبط به. زين، ما يصير يقطع الانسولين ابدا. زين، لان احنا ننطي الانسولين على مود الكيتونز مو على مود الراندوم. زين، انت الانسولين قاعد تنطي للمريض والراندوم ينزل، قللت الانسولين للنصف الراندوم ينزل، قللت الانسولين سويته وحده وحده يعني 1 يونت وبعد الراندوم ينزل، شو تسوي؟ لا ما توقف الانسولين، لا انت تضيف جلوكوز للجسم، يبقى الانسولين نفس جرعته وتضيف جلوكوز للجسم. فش نضيف؟ نضيف 10% ديكستروز اللي هو الهايبرتونيك سوليوشن. يعني انا ايش قاعد اسوي؟ قاعد انطي انسولين وانطي جلوكوز بنفس الوقت حتى احافظ على الراندوم، وما في سبيل انه ما اوقف الانسولين، لان اذا توقف الانسولين خرب كل شيء. السبكات إنسولين should be delayed until the patient is eating and drinking normally. ليش؟ حتى يصير good hydration، يروح dehydration من عنده. زين، الفلويد replacement مثل ما اتفقنا الكمية ثابتة. زين، الكمية ثابتة، ساعة الأولى لتر، الأربع ساعات اللي وراها لترين، ثمان ساعات اللي وراها لترين، ووراها ال 12 ساعة يصير كله يعني يصير كل 3 ساعات لتر. زين، يعني ثلث لتر بالساعة. زين، خوش عادشي. انت ك يعني كفلود الحجم ثابت. زين، النوعية تتغير بتغير الراندوم. زين، مثل ما اتفقنا فوق ال 250 نورمال، جوا ال 250 جلوكوسيلان وهكذا. زين، البوتاسيوم عادة بلازما بوتاسيوم يكون هاي at presentation. زين، ليش؟ لأن يصير بي شيفتنج، بس هو بالحقيقة مو هاي. أنت إذا كان هاي تنطي بس إنسولين، بس وراها من تنطي إنسولين تبدي تنطي بوتاسيوم تعوض وياها، ودير بالك من السفير هايبوكالسيوم. البايكربونات تقريبا لحد الآن يعني حتى الأمريكان دايابيتيك أسوسيشن ما يعني ما نهت النزاع على هذا العلاج. زين، لحد الآن يعني القايد لاين مختلفة عليه، وحتى الأخصائيين واحد يمشي واحد يخاف من عنده، واحد يمشي ضمن ظروف معينة واحد. زين، ف ديفيدسون شو يقول؟ يقول بايكربونات ما دام إنه الشخص عنده نقص بالأتسيوثري إحنا ننطي بايكربونات. يعني أنت مثل ما نقص البوتاسيوم قاعد تعوض بوتاسيوم، نقص الإنسولين تنطي إنسولين، المريض ديهايدريتد تنطي فلود. ليش من توصل للبايكربونات ما تنطي بايكربونات؟ فديفيدسون يقول انطو. الADA تقول has no rule، ما عنده أي effect. يقول إحنا خلال تجاربنا اللي سويناها ما شفنا إنه المرضى سواء أخذوا أو ما أخذوا أتسي أدري ما قاعد يسوي ذاك الفرق الكبير إلا بحالة واحدة، هذول الADA. فعلي اختلاف، المهم إحنا نلتزم بالمزمة اللي هي من ديفيدسون. يقول adequate fluid and insulin replacement، هذا كافي بأنه يصحح الأسيدوسيس. زين، لذلك الIV بايكربونات not recommended بالحالة الاعتيادية، لكن إذا كان عندك severe acidosis زين not corrected for more than 12 hours زين with correct management you should start bicarbonate. تمام، هذا اللي يقوله ديفيدسون. زين،
يقول انت ماكو داعي تضيف البايكربونات لان الفلود والانسولين كفيل بانه يحل لك الاسيدوسس، لكن اذا شفت انه سيفير اسيدوسس not corrected by your management فانت هنا لازم تنطي ماده قاعديه تقلل لك الحامضيه بالجسم فتنطي البايكربونات اللي هو الان اتش او 3. ليش نخاف من البايكربونات؟ من السربره القديمه زين، لان هو الموست كومن كوز اوف ديث ان دي كي اي هو السربره القديمه زين، وراها البوتاسيوم ديستربنس. تمام، نجي للاتش اتش اس اللي هي الهايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولر ستيت. من اسمها جدا واضح، مثل ما عرفنا الدي كي اي عرفنا اسمه تعريفه والكرايتيريا مالته والانفستيجيشن مالته والمانجمنت مالته كلها من الاسم. يعني انت من تجي على المانجمنت ثلاث لاينات فلود وانسولين وبوتاسيوم. الاسم دي كي دي يعني دي ام اذا يحتاج انسولين، كي يعني كيتونز اذا يحتاج فلود، واسيدوسس يسوي لنا هايبوكاليميا لازم ننطي بوتاسيوم. تمام، فالاتش اتش اس هو ايضا هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولر ستيت. يعني شنو هايبر جلايسيميك؟ يعني الراندوم اكثر من شنو، من 400 او اكثر من 600 زين، يعني الراندوم كلش عالي. بعد هايبر اوزمولر يعني السيرم اوزمولاريتي اكثر من 320 زين. ف نضيف لها كرايتيريا ثالثه اللي هي الدي هايدريشن without acidosis. تمام، يعني DKA without acidosis. تمام، DKA يجي المريض عنده abdominal pain ونوزيا وvomiting وعنده نفس الأعراض مالت DKA باستثناء أنه لا عنده ketone body ولا عنده acidosis، يسموه hyper osmolar hyper glycemic hyper osmolar state. تمام، الراندم أكثر من 600، الأوزمولاريتي أكثر من 320 زين، المريض dehydrated لكن ما عنده ketoacidosis. عادة يصير بالelderly patient but is seen increasingly in younger adults، بدأ يصير بالأعمار الأقل. The onset is slow زين، تأخذ days to week and dehydration and hyperglycemia are profound زين. يعني أنت صار عندك ككomplication للDM1 هو DKA وللDM2 هو شنو؟ الHHS. شنو هو الHHS؟ هو نان كيتو اسيدوتيك دي كي اي. تمام، يعني نقدر نقول عليه هو شنو، نان كيتو اسيدوتيك دي كي اي، يعني هو دي كي اي بالضبط باستثناء انه المريض ما عنده لا كيتون ولا اسيدوسس زين، عنده هايبر جلايسيميا، عنده هايبر اوزمولاريتي، عنده دي هايدريشن، عنده سانو سمتم مال دي كي اي لكن ما عنده كيتو اسيدوسس. ليش؟ يعني ليش هذا الفرق صار؟ كباثوفيسيولوجي هو نفس الشيء بالضبط، اثنينات نفس الميكانيزم، اثنينات يصير نتيجة لنقص الإنسولين الذي يؤدي إلى أنه يعتمد الجسم على الفاتي أسيد زين على مصدر ثاني للطاقة. لكن ليش بالدي كي يصير كيتون وبالهايبر أوزمولر ما تصير الكيتون؟ اللي يفرق لي هو الديوريشن. الدي كي اي يصير رابيد ديتيريوريشن زين، فالفاتي أسيد يتكسر بسرعة بحيث الجسم يطلع كيتون وهو يصير عندي كيتو أسيدوسس. بالهايبر أوزمولر بالأتش أتش أس لا، الديوريشن تكون أطول بحيث يصير إخراج الفاتي أسيد على شكل دفعات، دفعات بسيطة زين، بحيث الكدني تقدر تخلصك من هذا الكيتونز فما يصير عندك كيتو أسيدوسس. تمام، بينما بالدي كي اي قلت لكم بقتها هالقد ما سريع الكيتونز فالكدني بعد ما تلحق فيتراكم الكيتون بالدم فيصير عندك كيتو أسيدوسس. هذا هو الفرق بيناتهم. تمام، قانون البلازما أوزمولاريتي يقول لك مرات يعني انت ما تقدر يعني مثل مستشفياتنا ما بيها تحليل فاحنا ندير سيروم إلكترولايت ونحسبها اللي هي قانونها يقول 2 في الصوديوم زائد الجلوكوز زائد اليوريا زين. النورمال مالته 280 الى 290 بينما احنا جد قلنا اكثر من 320. The patient should be given تنطي فلود نورمال سنان ابو التسعة او تحوله الى ابو النص اذا الاوزمولاريتي بدت يعني تصعد او ما قاعد تنزل عن 320 زين.
and aiming for a positive fluid balance. زين تعطي 3 الى 6 لتر in the first 12 hour. شوف ننطي فلويد اقل بهواية من النورمال سلف من الدي كي اي. تنطي انسولين نص يونت مو مثل الدي كي اي ننطي 0.1، لا هنا ننطي 0.5 تمام. should be only be given اذا الجلوكوز fails to fall with normal saline او اذا كان بدا المريض يدخل بكيتونيميا. ننطي الهيبارين والمورتاليتي اعلى من الدي كي اي. زين هنا الديتيلد مانجمنت اوف هايبرجلايسيميك هايبر اوزمولر ستيت تمام، اللي هي يعني اول ما تبدي انت المريض تخلي له 2 اي في فلويد كانيولا. زين وتنطي تبدي تنطي الانسول على اساس تنطي الفلويد اللي هو يصير 3 تو 6 لتر. زين وما تنطي الانسولين الا اذا كانت فيل تو يعني فول بالراندوم بلود جلوكوز، او انه المريض شفته يعني ما قاعد يستجاب كلينيكلي، يعني ما قاعد يتحسن وضعه، تحس انه وضع نفسيته ما قاعد يتغير، فايضا هنا بهاي الحاله تنطي الانسولين. زين الهايبر اوزمولر ستيت يعني يكون المانجمنت مالته اسهل لكن تاخذ ديوريشن اطول. زين يحتاج وقت هواية مو مثل الدي كي اي. دي كي اي خلال 12 ساعه ممكن المريض يعني يصير ويل ويتحسن ويعني تقدر تشوف الريزلت سريعا، بينما ابو الاتش اتش اس لا يعني يحتاج مور تايم. زين خصوصا الفلود، لان يعني لازم تضبط لهم الفلود حتى ما يدخلون بما يعرف بالهايبر يدخلون بفلود اوفرلود يعني. زين اذا ما ضبطت لهم الفلود بصوره صحيحه. زين فانت هناك مثل ما الدي كي اي انت عندك 3 لاينات حتى تشتغل عليهم بالدي كي اي. عندنا 3 لاينات نشتغل عليهم اللي هن الفلود والبوتاسيوم والانسولين. انت كمريض اتش اتش اس هم تقريبا عندك 3 لاينات تمام، عندك 3 لاينات لان انت يعني هم عندك اسيدوز، هم عندك ديهايدريشن فلازم تنطي فلود، هم عندك هايبرجلايسيميا فلازم تنطي انسولين. زين لكن انت هنا مو دائما تحتاج البوتاسيوم، فشلون تمنجه؟ امين تمنج ب بالاعتماد على الايم مالتك، الهدف. شنو الهدف مالتك بالاتش اتش اس؟ الهدف مالتك انه انت كوركت الاوزمولاريتي، كوركت الراندوم بلاد جلوكوز. زين تنطي فلود والكترولايت وتمنع الكومبليكيشن. اذا المانجمنت مالتك شو يكون؟ يكون نورمال سلاين فلويد حتى تصحح شنو الديهايدريشن، انسولين حتى تصحح الهايبرجلايسيميا. زين هيبارين حتى تمنع الكومبليكيشن، زين تمنع الهايبركوغلوبلاستيت والثرومبوسيس وهاي. زين وتنطي الكترولايت تصحح الالكترولايت تمام. فانت البلان اوف مانجمنت مالتك شنو بالنسبه للاتش اتش اس؟ الفلود هو الفلود احتياطي طبيعي، لكن اهم شيء انت عندك الانسولين. زين ايش وقت ننطي انسولين؟ دير بالك انتبه بالاتش اتش اس مو مثل الدي كي اي، ما ننطي انسولين الا اذا البلاد جلوكوز نوت ديكريزد بورا ما تنطي الفلود. يعني شفت انه هذا البلاد جلوكوز ما ينزل بالفلود، يحتاج انسولين، يلا ينزل تنطي انسولين. زين فتنطي بسلو انفيوجن ريت مثل ما اتفقنا اللي هي 3 الى 6 يونت او 0.005 يونت بير كي جي، يعني نص الجرعه مالت الدي كي. زين بالنسبه للفلود انت بالفيرست اور تنطي نورمال سلاين ابو 9، تنطي 1 لتر لكل ساعه، يعني هو يعني تنطي 2 باينتس مغذيات 2 بالساعه، وتنطي الهيبارين والانتي بايوتكس. زين بالساعه الثانيه يعني بعد الساعة الأولى الخطة تصير واحدة، إنه نورمال سلاين أبو 9، زين تنطي نصف لتر بالساعة وتكمل إلى أن تروح الهايبر أوزمولاريتي. زين ولازم تدير بالك من شغلة اسمها السودو هايبو ناتريميا، لأن كل المي يعني صح إنه أنت قاعد تنطي فلود زين والمي طلع، لكن بسبب الهايبر أوزمولاريتي زين
المي حيطلع من الخلايا. انت عندك هايبر اوزمولاريتي بالبلود فيزلز زين، جلوكوز هواي بداخل البلود فيزل، فيطلع الفلود من الخلايا يتجمع بالبلود فيزل زين. فمن يطلع المي من الخلايا يروح للبلود فيزلز، راح يسوي لك ما يعرف بالديليوشنال هايبوناتريميا، يعني يخفف لك تركيز الصوديوم بالبلود فيزل، فيطلع عندك ما يعرف بالسودو هايبوناتريميا. فانت يقول لك كقاعدة عامة دائما ضيف 1.6 من الصوديوم لكل من يمن الجلوكوز فوق النورمال زين. يعني النورمال بلد جلوكوز يشكيت هو 120، اذا لقيته 220 ضيف 1.6، اذا لقيته 320 اذا انت ايش كم 100 فوق النورمال عندك؟ 200، يعني هو النورمال 120، انت لقيته 320 اذا عندك 200 فوق النورمال. اذا احنا لكل 100 ننطي 1.6 من الصوديوم، وانت عندك 200 فننطي 3.2 زين هيك.